competition or championship number 15. We're ready now to start. Let's welcome all those mayor one by one. بسم الله نستعد ونستقبل الأفراس. أولى الأفراس first to go to 7-1. Second mare to the arena. نستقبل الفرس الثانية. ونستقبل الفرس الثالثة third to go. And we're ready now for the fourth mare مع رابع الأفراس. ونستقبل الآن الفرس التالية fifth to go. ونتابع مع الفرس التالية ready for the next mare. And let's welcome now the next mare. ونستقبل الفرس اللي بعدها.
ready for the next mare. نتابع مع الفرس اللي بعدها. ونستقبل الآن الفرس التالي ready for the next mare. ونستقبل الفرس التالية. We're ready for the next mare. إذن أعزائي استقبلنا وإياكم 10 أفراس سعودية الأصل والمنشأ تتنافس في بطولة الخيل السعودية، أفراس بعمر 4 سنوات وأكبر في الفئة 15. مرة أخرى نرحب بالجميع في آخر أيام العرض الدولي 6 لجمال الخيل العربية الأصيلة. هذه البطولة المقامة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ويرعاه، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يحفظه الله. في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، هذا المركز المسؤول عن تنظيم والإشراف على هذه البطولات في المملكة. هذه الرعاية الكريمة وهذا الاهتمام من المسؤولين والقيادة في المملكة العربية السعودية هي التي وضعت المملكة العربية السعودية ببصمة مميزة على خارطة الفروسية بشكل عام وعلى فروسية جمال الخيل العربي. مع هذه الأفراس نذكر بأن طريقة التحكيم في بطولة الأفراس للخيل السعودية الأصل والمنشأ عن طريق نظام المقارنة. يقوم الحكام الآن بتحديد اختياراتهم، وبعد ذلك لجنة الانضباط ولجنة التسجيل تقوم باحتساب الأصوات، ويتم الإعلان عن 3 بطلات، بطلة برونزية وفضية وذهبية في بطولة الأفراس للخيل سعودية الأصل والمنشأ في آخر أيام العرض الدولي 6 لجمال الخيل العربية الأصيل. So ladies and gentlemen, we are in the final day of this championship. And this show patron is the custodian of the 2 holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, and the owner of His Royal Highness, Prince Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz, the governor of Riyadh province.
We are now in class 15, where we have 10 beautiful Saudi mares competing for 3 titles, bronze, silver, and gold. We wish them all the best. بدأنا اليوم ببطولة المهرات بمختلف الأعمار والأمهار بمختلف الأعمار للخيل السعودية، سعودية الأصل والمنشأ، وهذه هي البطولة الخامسة، بطولة أفراس سعودية الأصل والمنشأ، 10 منها في أرض الميدان تتنافس على الألقاب لتخرج بلقب من أحد الألقاب، برونز أو فضة أو ذهب، في ختام هذه البطولة والمقامة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يحفظه الله، والمتواجد اليوم بيننا، وهذا أكبر دعم لرياضة الفروسية وجمال الخيل العربي. مع هذه الأفراس الجميلة مع إناث الخيل نقول جدكم وصوف المسرجات السريعة، يلا عسه ما قول بالوصف زلة، اللون وجه اللي غدا شمله هشتات ولا كيمة بين اليمين وسط الدلة، والرأس حجمه معتدل بالقياسات، له صغير ولا كبير تملى، وعيونها براقة ومستطيلة، عين الفتاة اللي لحقها مملة والناصية فوق العيون الكحلات، مثل السعف ومن الحرارة تظلة ومناخرة متباعدة ووسعات ومدورات، والنفس سهل له، وعناقها مهن عراض وقصيرات طويلة، والكتف ملاصق له. هذه وصوف الخيل يا أهل البطولات، ويلا عسى بالوصف ما فيه زلة. يجمعنا اليوم حب الخيل العربي وجمال الخيل العربي في العديد من المواصفات. هنيئا لمربي الخيل العربية التي تتسم بالكرامة والعزة والقدرة على التحمل والسرعة، ولذا يحرص دائما ملاك الخيل في العالم أجمع على اقتناء هذه النوعية من الخيل لتحسين جودة الإنتاج. بانتظار انتهاء الحكام لنقوم باحتساب الأصوات وإعلان النتائج خلال لحظات، أترككم ودعونا نستمتع معا بهذا الجمال. We're waiting for all the judges to do their votes and then we'll be calculating the votes and announcing the name of 3 champions, 3 lovely mares in this championship, the Saudi bred mares, 4 to 6 years old.
إذا يبدو أن الحكام انتهوا بالفعل من التصويت، وبالتالي تصطف الأفراس على جنب الميدان لنقوم مع أعضاء لجنة الانضباط مشكورين لاحتساب الأصوات على النتائج. أعزائي ابقوا معنا خلال لحظات لنتوج 3 أفراس بطلة في ختام هذا العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة، وهذه البطولة الغالية على قلوبنا المقامة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ويرعاه، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يحفظه الله. بانتظار النتيجة والخيل العربي أعزائي من أقدم سلالات الخيول، حيث تدل الأدلة الأثرية على أن أصول الخيل العربية ترجع إلى 4500 سنة، وعلى مدى العصور بدأت هذه الخيول العربية بالانطلاق من هذه المنطقة والشرق الأوسط وانتشرت في باقي بلدان العالم إما عن طريق الحروب أو عن طريق التجارة. لا شك بأننا جميعاً نتفق ونستمتع بجمال الخيل العربي الأصيل الذي يعتبر من أعلى درجات الأصالة من حيث الجمال الخارجي وتناسق الجذع وانسجامه وصغر وجمال الرأس وغيرها وغيرها من نواحي الجمال، حيث أننا دائما نلاحظ أن رأس الخيل العربي صغير وجميل التكوين يوحي بأصالة ورشاقة هذا المخلوق ومتجانس مع العنق ومع بقية الجسم، جمال يشدنا من كل جزء من أجزاء الخيل العربية. لحظات ونعلن عن نتيجة بطولة الأفراس. بسم الله الرحمن الرحيم، حسمت النتيجة. دعونا نعلن عن أسامي أو أسماء 3 أفراس تميزت في هذه البطولة وكلها أفراس سعودية الأصل والمنشأ. الحكام حسموا الموضوع وقرروا الاختيار. إذن الفرس التي حصلت على البرونز هي الفرس رقم 275 دهيمة عذبة من نمبر 275 برونز ميدلس 275. ألف مبروك لمالك هذه الفرس سيد محمد زيد محمد التميمي، برافو. وإلى الفرس الفضية ألف مبروك للفرس التي تحمل رقم 271 منارة عذبة 271 سيلفر تشامبيون.
271 منارة عذبة بطلة فضية. ألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. أعزائنا بعد إعلان البرونز والفضة خلونا نحيي البطلة الذهبية ونقول ألف ألف مبروك لمن يا ترى؟ نقول مبروك للفرس رقم 279 279 بدوية ثالثة. مبروك لمربط العارض 279 جولد تشامبيون. ألف ألف مبروك للجميع. إذن الأفراس الذهب الفرس الذهبية والفضية والبرونزية، وبالتالي يتفضل صاحب الفرس البطلة الذهبية وهي بدوية الثالثة. ألف مبروك لمربط العارض سيد ماجد الغشيان. تفضل إلى منصة التتويج ل تقدم لك التهنئة. مشكورا في هذه البطولة والمقامة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ويرعاه، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يحفظه الله. إذا نبارك البرونز كما قلنا لدهيمة عذبة الفرس رقم 275. إذا سيد محمد زيد التميمي ألف مبروك. The bronze is number 275 دهيمة عذبة by درع الثاني out of زهرة خديجة owned by Mr. محمد التميمي. مبروك، وطبعا كأس غالي وبطولة غالية. المبروك الآن إلى البطلة الفضية وهي منارة عذبة. المبروك لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سيلفر مير نمبر 271 منارة عذبة. Congratulations to His Royal Highness Prince أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وأيضا بدوية طبعا احتلت الذهب وتم تهنئة مربط العارض سيد ماجد الغشيان. التهنئة والتكريم وتقديم الكأس من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يحفظه الله، والذي شرفنا بتواجده اليوم في هذه البطولة المقامة تحت رعاية كريمة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
نجدد التهنئة وألف ألف مبروك لهذه الأفراس الجميلة التي استطعت أن تنتزع هذه الألقاب. بطلة ذهبية 279، البطلة بدوية الثالثة من الأب درع الثاني والأم نورة السابعة، مبروك لمربط العارض والأستاذ ماجد الغشيان. وبطلة فضية هي منارة عذبة رقم 271. منارة عذبة ملك صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. والبطلة البرونزية رقم 275 جهيمة عذبة، مبروك للسيد محمد التميمي. كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يحفظه الله ويرعاه، الذي كرم ملاك الأفراس البطلات في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ في ختام هذه البطولة المقامة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ويرعاه، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله أمير منطقة الرياض.